كذلك أستاذ الشريف محمد زكريا عضو مدعوًا، وكذلك من جامعة مصرانة طبعًا الأستاذ بن أحمد خويلد. طبعًا وكما جرى العادة سنعطي الكلمة للأستاذ المترشح من أجل تقديم ملفه طبعًا في شكل مختصر، فليتفضل. شكرا سيدتي الفاضلة، أشكر كل الأساتذة الذين ساهموا في تقييم هذا العمل العلمي والبيداغوجي، أشكر أهلي والحضور والأساتذة جميعهم في حضور هذا الموعد العلمي. بالطبع ملف التأهيل الجامعي في علم النفس يتميز اساسا بشقين اساسيين، هناك الحوصله العلميه وهناك الحوصله التعليميه. اولا من خلال الرجوع الى تكوين المزدوج في البورتوفونيا سبيش ثيرابي وعلم النفس اللغوي والمعرفي سايكولينغويستكس كوجنيتيف سايكولوجي، تم لي ضمن هذا الإطار الاهتمام كثيرا أيضا بتحليل الخطاب discourse analysis باعتبار أنه النموذج الخطابي يعتبر discursive paradigm، يعتبر أداة أساسية ورهان محوري في تشكيل الذات وفي بناء الهوية. بالطبع حتى عندما نتكلم عن مجال الأورتوفونيا الذي هو مجال اضطرابات اللغة والكلام، هنا يظهر أن هذه الاضطرابات تظهر من حيث أنها تهتم بالاضطراب تظهر أهمية الأداة اللسانية ليس فقط كأداة للاتصال وإنما كأداة في التفكير وأيضا أداة في تشكيل وفي تكوين الذات، ومن هنا نتكلم عن ما يسمى برهان الخطاب في بناء الهوية. وبالطبع عندما نتكلم عن رهان الخطاب في بناء الهوية نشير إلى مسألة أساسية لها علاقة بمفهوم أساسي أيضا في علم النفس وفي العلوم الاجتماعية بشكل عام، هو مفهوم التفاعل interaction الانتراكشن، من حيث أن الأداة اللسانية تسمح بالتأثير المتبادل بين الذوات الاجتماعية، ومن هنا نتكلم عن أهمية صياغة مختلف التماهيات التي تسمح للذات بالتشكل انطلاقا من الخطاب وانطلاقا أيضا من التفاعل مع الذوات الأخرى التي هي أيضا تؤثر وتتأثر من خلال الخطاب. بالطبع هناك أيضا شيء مهم يحيل بنا إلى أهمية الخطاب في بناء الذات هو أيضا التوتر المعرفي لا ديسونانس كوجنيتيف كوجنيتيف ديسونانس التي تحيل إلى الشق الآخر من التأثير الخطابي، لأنه الخطاب من حيث أنه من ناحية يسمح بصياغة وبناء الذات، ولكن من ناحية أخرى الخطاب يحدث توتر وصراعات داخل الذات وبين الذوات. دونك وهنا بالطبع نشير أيضا أنا دائما في الحوصلة العلمية نشير إلى الجانب الآن الذي هو يثير أكثر فأكثر اهتمام من الناحية العلمية والأكاديمية في حقل العلوم الاجتماعية، هو مجال علم النفس الاجتماعي ونظرية التمثلية الاجتماعية التي حاولت أن أشتغل عليها في أطروحة الدكتوراه. وهنا تتجلى أيضا إشكالية مركزية أيضا في العلوم الاجتماعية وخاصة في علم النفس وعلم النفس العيادي، هي إشكالية العادي والماضي. إشكالية العادي والماضي من زاوية خطابية. بالطبع عندما أرجع إلى ملف التأهيل الجامعي، بالطبع أرجع إلى بعد تكويني في التدرج وما بعد التدرج أرجع إلى أطروحة الدكتوراه التي هي الإنتاج أو
النتيجة للتكوين في التدرج وما بعد التدرج. تم لي بعد الاهتمام بالخطاب البشري تم لي الاهتمام بالخطاب الديني، وفي بؤرة الخطاب الديني حاولت الاهتمام بالخطاب القرآني من حيث أنه النص المؤسس للخطاب الديني في الواقع الإسلامي. وبالطبع كنت دائما بالطبع من الناحية النفسية ومن ناحية التفاعل مع زملائي إلى غير ذلك، سواء في أقسام اللغات أو في أقسام العلوم الاجتماعية، كنت دائما أتساءل عن جدوى هذا الخطاب وكيف يمكن أن نفهمه بطريقة جديدة، وخاصة أنه من حيث تكويني في علم النفس كنت شخصيا أعيش ذلك التوتر المعرفي ديسونانس كوجنيتيف، لأنه عندما نكون في الممارسات التعبدية دونك التعامل مع القرآن يكون من حيث التقديس إلى غير ذلك، ولكن عندما نرجع إلى علم النفس والعلوم الاجتماعية هناك التفكير بشكل آخر، هناك تطبيق لمناهج موضوعية ولأدوات علمية إلى غير ذلك، وهذا بالطبع خلق لي شخصيا هذا التوتر المعرفي وانفعالي بالمعنى التحليلي، يمكن أن نتكلم عن التحويل، وهذا هو الذي دفعني إلى الاهتمام بتحليل النص الديني، وحاولت أنني أطبق مناهج تحليل الخطاب، وحاولت أيضا أطبق مع أستاذتي الفاضلة الشيخة حلومة نظرية التمثلات الاجتماعية على الحوار بين نوح وقومه، وسميته بالطبع التقابل، لأنه يعكس كما أشرت في السابق البعد التفاعلي لا ديمونسيون انتراكتيف والبعد التوتري دونك لا ديمونسيون تونسيونيل دونك الاسبي تونسيونيل في ذلك التفاعل اللفظي الذي سميته التقابل. دونك التقابل من زاوية تحليل الخطاب دونك يحيل لدى شخصية نوح في القرآن إلى ما يسمى بالاستمرارية الموضوعاتية. الاستمرارية الموضوعاتية بمعنى أنه هناك عندما نصير بموضوع معين هناك الأفكار، هناك تناسق في الأفكار، وهناك تسامح، وهناك انسجام إن كوهيزون. وبمقابل الملأ الذين في تقابلهم هناك انقطاعات موضوعاتية، يعني ديسكونتينيتي تيماتيك، بحيث أنه هناك انتقال من موضوع إلى موضوع آخر، ثم من موضوع ثاني إلى موضوع ثالث، من دون أن يكون هناك تنسيق وانسجام في نشاط التقارب. دونك ومن حيث تطبيق نظرية علم النفس الاجتماعي دونك محيل إلى نظرية التمثلات الاجتماعية social representations، محيل إلى مجموعة من المواضيع. دونك تمت اختراق او تم لها اختراق تقابل نوح، هي موضوع الله من حيث خصائصه دونك عبادته واتقائه وخصائص اخرى، من حيث التمثلات الاجتماعيه التي تعبر تقابل الملأ دونك نلاحظ موضوعات ثلاث، دونك في تقابل نوح هناك موضوع واحد هو الله بخصائصه المتنوعه المذكورة، وأما في التمثلات الاجتماعية لملأ قوم نوح هناك مواضيع ثلاث، هناك التأليف المتعدد، هناك موضوع الآباء الأولون، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هناك أيضا آلهة قوم نوح يغوث يعوق إلى غير ذلك، وهناك الأخير الله كموضوع للتعبد، ولكن موضوع ثالث موضوع ثانوي، نون سولمون ce n'est pas un objet second, c'est un objet second. Donc, le fait de la أما بخصوص تقاول الملأ فهناك يتميز بمقارنة تقاول نوح، دونك ريزيستانس أو تقاول نوح، وهناك دونك هناك عدم الاستجابة بشكل إيجابي مضمون تقاول نوح، وأما تقاول الملأ فهناك تعزيز دونك الملأ في كونفورت
qui conforte la croyance polythéiste. Donc, on a que t'as dit, les aqidat t'ta'min mouta'afid, les jumel t'faqam, ou on a t'aïda l'mukam, principalement. Donc, on a que donc, on a que t'aqawoun, donc, il y a t'a n'aïs bi bordain mouta'ifain, il y a un chi'i t'aqawoun, donc, il y a t'aqawoun l'mer. Donc, وهذا بالطبع النتائج هذه تتقاطع مع ما أشر إليه أحد الباحثين الكبار الآن في الدراسة القرآنية مهدي عزيز باحث فرنسي يشير بأن مرفوض القال هو الفعل الأكثر تبدادا في القرآن دونك سي سي لاكتيفيتي لو فيرب لو بلو فيزيتي دونك لو بلو ريكورون في التكست القرآني دونك وهذا يعكس أهمية التقاول دراسة التقاول في النص القرآني ويعكس من جديد أهمية التفاعل بشكل عام التي يركز عليها النص القرآن القرآني كنص محوري في الرؤية الكونية الإسلامية. دونك وهذا يرجعنا إلى إشكالية مهمة في العلوم الاجتماعية هي إشكالية في الخطاب الهوية. دونك من جديد دونك تظهر أهمية الخطاب وهنا يمكن أن نرجع إلى ما يسمى بنظرية أو فرضية سابير وورف دونك سابير وورف هايبوثيسيس التي تشير بأن اللسان ليس فقط أداة للتواصل اللسان هو الوجه الآخر للثقافة دونك اللسان هو رؤية كونية بمعنى أن الهوية والذات تتشكل داخل خطابات متنوعة ومتعددة ومتعارضة وهذا هو مصدر تشكل الهوية وهذا بالطبع نلاحظ أنه النص القرآني من زاوية دراسته من حيث التركيز على فعل القول دونك هذا يتقاطع دونك هناك تقاطع بين إشكالية خطاب الهوية في العلوم الاجتماعية بما فيها علم النفس وبالأخص علم النفس الاجتماعي وما يشير إليه القرآن كموضوع أساسي اللي هو موضوع القول وهذا بالطبع يدفع بنا إلى إعادة النظر في التفسيرات التقليدية وفي الرؤية التقليدية للنص القرآني وبالطبع هذا يمكن أن يكون حتى من الناحية التعليمية أرضية أولى لإعادة النظر حتى في البرامج التعليمية في العلوم الاجتماعية بشكل عام وبالطبع هنا نرجع إلى ما أشار إليه بول دوكر اللي هو أحد أهم الباحثين والمفكرين الفرنسيين الذي يشير باختصار دونك راه النص موجود بالفرنسية والإنجليزية الذي يشير باختصار بأنه القراءة وقراءة القصص بشكل عام وهو بالطبع لم يدرس القصص القرآن ولكن درس لي ليستوار لي رومون بشكل عام من الرواية يشير بأنه الذات قبل عملية قراءة النصوص ليست هي الذات التي تخرج بعد عملية النص بعد عملية قراءة النصوص هذا يعني بأنه الخطاب من حيث أنه مكتب كتابة استخدم التكست en tant que inscription en tant que le texte véhiculant un discours écrit. Donc, il y a bien un sujet qui est échelé dans le khitab de l'Ouya, mais il y a un khitab de l'Ouya, mais il y a un khitab de l'Ouya, mais il y a un khitab de l'Ouya, qui est échelé dans le khitab de l'Ouya, et il y a un khitab de l'Ouya, et il y a un khitab de l'Ouya, mais il y a un khitab de l'Ouya, qui est un khitab من بين التماهيات التي ستدفع إلى تشكيل الذات هي عملية القراءة وكيف أن القراءة تحول الذات بالطبع هذا يسمح لنا من الناحية البحثية ومن الناحية التعليمية أيضا بإنماء ما يسمى بكفاءة التفكير النقدي لا كومبيتونس لا ريفليكسيون كريتيك كريتيكال ثينكينج ابيليتي من خلال التركيز على القصص القرآني من حيث أنه القصص القرآني الذي يمكن استثماره في المقررات الدراسية وأيضا في التدريس يسمح لنا القصص القرآني في حد ذاته يعكس من حيث نشاط التقاول يعكس القول والقول المضاد donc la parole et la parole qui fait face donc ومن هنا نلاحظ أهمية القصص في بناء الذات من حيث أن تلك الذات تتشكل في إطار كفاءة التفكير donc l'identité comment elle se construit à travers et dans la compétence de la réflexion critique وبالطبع هذا الذي دفعني في تأطير أعمال الماستر حول إشكالية
أصبحت أكثر فأكثر أفكر فيها هي إشكالية القرآن المعيشي. بالنسبة للقرآن أو للكوران فيكي بمعنى أنه هناك مجموعة من الأعمال لا أعلم إذا كان هناك طلبة هنا أضطرتهم. بمعنى أنه الآن في الأعمال التي أسعى إلى تقديرها نسعى مع الطلبة إلى محاولة فهم كيف أن الحالات تفهم القرآن وكيف أننا كيف أن الحالات من 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 فئات اجتماعية وحالات متنوعة نسعى إلى محاولة بطريقة عيادية نسعى إلى محاولة فهم كيف الذات تفهم القرآن وبالطبع هذا حتى نرى بالطبع لأنه الدراسات العلمية تؤكد هناك دراسات أكاديمية تؤكد بأنه حتى التطرف الديني وحتى مصادر الإرهاب هي من بين مصادرها تأويل معين للنص القرآني وبالطبع حتى نتجاوز ونشغل حتى نتجاوز هذا العنف وهذا التطرف دونك علينا أولا أن نشخص وفقا ديغنوستي وهذا التشخيص يكون من خلال أولا فهم الحالة كيف تستوعب وكيف تفهم القرآن بعيدا بالطبع عن لأن حتى في التقدير لاحظنا بأن هناك تقديس هناك خوف في التعامل مع النص القرآني مثلا على سبيل المثال مثلا كنت مثلا في الحالات كنت دائما مع الطلبة كنت دائما أقول لهم أشير لهم بأنه عندما تذهبون تتعاملون مع الحالات ما تقولوا لهمش من دون التفسير تاعكم وإنما قولوا لهم كيفاش راكم فاهمين هذه الآية باسكو حتى كلمة التفسير مشحونة دونك دونك يا شارجي سور لو بلان ايموسيونيل دونك كلمة تفسير مشحونة من الناحية الانفعالية بحكم أنه هناك تقديس هناك خوف من التعامل مع القرآن وهذا يعكس من الناحية العلمية فاطمي دو لارغيومونطاسيون يعكس حضور لو باتوس الانفعال بمقابل لو لوغوس أي التفكير وبمقابل ولو باتوس هنا على المستوى الانفعالي الشخصي أي على المستوى النفسي ليتوس دونك لو باتوس هنا رجوان ليتوس ليتوس بمعنى التفكير العام الروح العام والرؤية الاجتماعية كيف هي متناولة دونك بشكل عام دونك من ناحية النفس الاجتماعي هناك خوف والتخوف في المقاربات وفي المداخلات أيضا هناك تركيز على محاولة دونك عندنا مشروع تاع بي ار بي دونك عضو فيه عنوان القصص القرآني دونك قراءة بالطبع للقصص القرآني من زاوية متنوعة دونك بعد دراستي لقصة نوح دونك الآن أنا أشتغل على قصة إبراهيم وأشتغل على مفهوم الحوار ومفهوم وكيف أنه إبراهيم هو نموذج للتناهيات المتنوعة للقارئ دونك بالنسبة للحوصلة التعليمية دونك هناك بالطبع تم لي تدريس منذ بداية بل قبل أن أكون رسمي هنا في جامعة تيزان دونك درست مدة سداسي واحد في جامعة وهران ثم وصلت هنا دونك تدريس الأورتوفونيا اللي هو مجال تخصصي وأيضا مقاييس متنوعة في علم النفس النمو ومفهوم الاتصال ومقياس علم النفس الاجتماعي وأيضا ما يسمى بالـ فاسيكول لو بوليكوبي دونك على علم النفس الاجتماعي لاكسيكولوجي سوسيال بحكم أني شغلت في الدكتوراه على علم النفس الاجتماعي دونك وكل هذا كان هدفي منه إنماء التفكير النقدي للطلبة لماذا؟ لأنه الطلبة لديهم ثقافة شعبية، ثقافة نفسية شعبية. دونك لي ستيديون اون ديجا اون كولتور بسيكولوجيك بوبولار وبالطبع هدفنا من التدريس الأكاديمي هو أننا نغير تلك الثقافة الشعبية حتى تصبح ثقافة أكاديمية وهنا بالطبع أهم من بين أهم المهارات التي علينا إنماؤها هو مهارة التفكير النقدي تجاه الثقافة النفسية الشعبية. هناك أيضا تدريسي يتميز أو حاولت أن يتميز تدريسي ببعد متفاعل تخصصات دونك لا ديمونسيون انترديسيبلينار لأنه البورتوفونيا مثلا لديها علاقة باللسانيات لديها علاقة بعلم النفس اللغوي لديها علاقة بعلم النفس المعرفي لديها علاقة أيضا بعلم الاجتماع بحكم مثلا في لاكيدونس بارمونتار في التوجيه الأسري دونك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والأنثروبولوجية إلى غير ذلك دونك وكل هذا بالطبع يعكس هذا البعد المهم. أخيرا بخصوص دونك كخلاصة
بالطبع عندما نربط بين النشاطين الأكاديمي والتعليمي المرتبطين دونك نستفيد من الناحية البحثية من ما يسمى ب لا ترانسبوزيسيون ديداكتيك لا ديداكتيك ترانسبوزيشن التي علينا أن نهتم بها من حيث أن المعارف الأكاديمية هي معارف مجردة وعلينا أن ننقلها بطريقة تعليمية ونوضحها ونبسطها للمتعلم. وهناك أيضا شيء مهم علينا أن نركز عليه ضمن هذا الإطار هو ممارسة الحوار والحواري. دونك لو ديالوج إي لو ديالوجيزم. لو ديالوج دونك سي لانتراكسيون و لانتراكسيون فيربال إي لانتر إنفلونس. لو ديالوجيزم هي أي نوع كيف أن أي مفهوم يجب أن يفهم من خلال الربط بين مجموعة من المرفوضات. وكل مفهوم علي أن يتوضح من خلال مرفوضات سابقة ومرفوضات لاحقة. هناك مفهوم أخير سأشير إليه، سي لا براتيك سوسيال دو ريفيرونس، سوشيال براكتيس أوف ريفيرونس، التي تحيل إلى أهمية التركيز أثناء التدريس على الفائدة، دونك لا فالور أجوتي، الفائدة المضافة في أثناء عملية الانتقال من التعليم إلى الواقع الاجتماعي، وكيف أن المفاهيم العلمية والمعارف التعليمية يجب أن تفيد من الناحية الاجتماعية والمعيشة. دونك هذا هو وهذا الذي سيعزز أكثر يفترض العلاقة بين ذات المتعلم وذات المعلم. ومن هذا المنطلق نتجاوز التركيز على فقط ذات المعلم أو فقط على ذات المتعلم، وهنا من جديد وسأنهي بأهمية التفاعل لانتراكسيون في عملية التعلم وفي عملية التعليم وفي عملية صياغة المعارف الأكاديمية. وشكرا. لكن ما تقلقش لأن كذلك الحضور. شكرا. سأحيل الكلمة دون الإضانة إلى أستاذ العابد الذي أتى من جامعة وهران من أجل مناقشة الملف. شكرا سيدتي. اولا نتشرف بتواجدي معكم. طبعا سنبدا بالاعضاء المناقشين قبل ان نمر للاعضاء المدعوين. شكرا سيدي. بدايه نتشرف بتواجدي مع هذه اللجنه من اساتذه زملاء، وكذلك يشرفني كذلك حضور لمناقشة هذا العمل المقدم من قبل المناقشة، الذي أعرف عنه أنه من المجتهدين الذين يريدون دائما التميز وكذلك موقعة أنفسهم من خلال مقارباتهم التي تبدو أحيانا أنها غير عادية للبعض نظرا لرؤيته وكذلك لنزعته النقدية، هكذا أرى الأمور. فكذلك أرحب بالجميع هنا وأشرع مباشرة في محاولة تقديم بعض الملاحظات أو إثارة بعض النقاط ربما ستكون مستقبلا من بين الإشكالات التي يجب أن تنتبه لها أو أن تهتم بها. هذا طبعا في سياق ما سأتحدث عنه. إذا شكرا لكم جميعا، وأبدأ من حيث توجه الباحث. الباحث يريد أن يخرج عن إطار ما يعرف بالمقاربات الكلاسيكية المعروفة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ولكن خروج من هذه المقاربات أو وضع مسافة بينه وبين المقاربات الكلاسيكية
المعروفة هذا يجره إلى متاهات، متاهات أكثرها إبسيمولوجية. لماذا؟ لأن هذا الأمر هو في حد ذاته مشروع ويتطلب تأسيسا إبسيمولوجيا بالدرجة الأولى، وكذلك هذا التأسيس الإبسيمولوجي تتمخض عنه مرجعية معرفية تحدد السياقات التي سنتناول من خلالها هذه الإشكاليات وفق هذا المنظور أو وفق هذا الباراديغم أصلاً، لأنه لا يمكن ويستحيل إذا اكتفينا فقط بتقديم بعض المفاهيم أو بعض الأفكار، هذا لا يؤسس للمشروع، وكذلك ربما يجعل أفكارنا أحياناً غير مبنية أو مؤسسة بشكل واضح، وخاصة للمختصين والمهتمين، لأن خطابك أنت أصلاً ليس لعامة الناس، حتى أنني لا أوافقك أن يكون هذا الخطاب يعني يناسب حتى الطلبة يعني في مستوى الليسانس، ولكن هذا الخطاب ربما يكون بين أساتذة وأساتذة مختصين، يعني حتى يمكن استيعاب بعض المفاهيم، لأن المفاهيم التي أوردتها هنا والتي تحاول من خلالها كمفاتيح إبسيمولوجية أن تقارب النصوص، وأنك أحيانا تتكلم عن الخطاب وعن النص، وأنا بالنسبة لي هناك فرق ولك تعليق فيما بعد، لأننا عندما نتكلم عن النص أو نتكلم عن الخطاب فهناك يعني فرق من حيث المعنى، وكذلك حتى بالنسبة للخطاب فالخطاب فعلا يمكن أن يعكس تمثلا معينا. لماذا؟ لأن التفاعل يحدث في فضاء إنساني لا تحدده خطابات لذوات محددة، لأن الذوات مختلفة ومتنوعة، والذوات كذلك هي لها هوية سيكولوجية وهوية اجتماعية، وبالتالي أننا نتعامل مع مجموعة من الخطابات وليس نموذجا واحدا من الخطابات، وهذه الخطابات هي كذلك لا تختزل دائما، وليس بالضرورة أن تكون مختزلة لكل مضامين، أحيانا تكون ربما في سياق معين، في حدود فكرة معينة، بمضمون معين. إذا مسألة شمولية الخطاب كذلك هنا علامة استفهام أمام هذا الأمر. ثم هناك إشكال آخر خاصة في مقاربتك، وهذه شرعة جيدة فيما يتعلق بالتعامل مع النص القرآني. التعامل مع النص القرآني في رأيي، وهذه المتاهة التي وقع فيها الكثير وخاصة في الغرب والعديد من الفلاسفة وحتى علماء الاجتماع فيما بعد في المقاربة يعني النفسية الاجتماعية، أنه ليس نفسه نفس الخطاب، خطاب هناك خطاب بشري، ولكن هذا الخطاب المقدس، بمعنى أننا في فضاء أنسوني ألف، لكن عندما نأتي إلى فضاء أنسوني نتفق على أنه مقدس، يعني خطاب إلهي. هل سنتعامل مع الخطابين بنفس الطريقة، بنفس الأدوات، بنفس المنهج، بنفس المنطق، أم أن الأمر ربما يستدعي إلى إعادة النظر في المقاربة المنهجية بالدرجة الأولى، أو على الأقل هل هناك بناء معروف أو نظام إبسيمولوجي معروف محدد يمكن من خلاله ربما حتى معرفة أو تحديد يعني هذا القراءة لهذا النص، يعني مسألة المرجعية، أنا أقصد يعني المرجعية الإبسيمولوجية بالدرجة الأولى ثم المرجعية الإنسانية. طبعا الشيء الذي كذلك أثار اهتمامي هو مثلا في قضية الجانب الهوياتي، خاصة أنت تعرف جيدا وأنا أعرف مقتنع لأنك تعرف هذا الأمر، هو أننا لا توجد هوية واحدة، هناك هوية، وكذلك حتى بالنسبة للهوية هناك هوية اجتماعية، هناك هوية سيكولوجية، معناتها أن البناء للهوية في حد ذاته متنوع، ولكن أنا معك في مسألة الخطاب يكشف عن الهوية، إذا الهوية تتجلى من خلال الخطاب، ولكن مسألة أن الخطاب يعكس الهوية بالضبط، هنا فيها
هنا ربما يمكن فيه علامة استفهام يعني بالنسبة لنا. وفي نفس الوقت أن الخطاب لماذا؟ لأن يعكس الوجود، لأن هناك تفاعل ما بين شخصية شخصية كل مكوناتها، خاصة نتكلمون بحسب بزاف على المكون النفسي والأنتوني، وهناك فضاء أنتوني. هنا كاين عملية تسمى بالبرمجة، برمجة العصبية النفسية العصبية أو النفسية الأنسونية العصبية، ممكن كما نصطلح عليها. إذا هنا كي تكون هذه البرمجة بمعنى أن هي تعكس مباشرة هذه المحتويات أو هذه المضامين اللي احنا نصطلح على تسميتها الهوية طبعا حسب خصوصية. فقط يعني غادي باش نختصر يعني ما نزيدش نطول يعني كلها فيما يتعلق بمسألة القرآن. مسألة القرآن كاين مسألة عندي ملاحظة، هو حتى في كثير من الكتابات الإسلامية وكتابات عن بعض المستشرقين إلى غير ذلك يتحدثون على أساس أن القرآن هو مؤسس الخطاب الديني، وأنا لست منها. لماذا؟ لأنه لا يوجد فقط القرآن كمرجعية للخطاب الديني، هناك مرجعية أخرى. مثلا لو كنت نتكلم احنا في الظاهره الاسلاميه نجد مثلا ان السنه، هناك بعض المرويات، هناك بعض القصص حتى اللي وقعت واحداث الى غير ذلك. كذلك ان التمثلات، وانت تكلمت على مساله التاويل، ولو انني انا افرق ما بين الفهم والتاويل، لان التاويل هو درجه اخرى. يعني نتكلم عن الفهم، تفسير، التاويل، يعني الفهم هو مفتوح للعامه، ولكن مسألة تفسير أو مسألة تأويل هذه مسألة يعني أخرى، مستوى آخر، طلب كذلك أدوات وتمكن منهج. إذا ليس هو المؤسس الواحد، ولكن الخطاب الديني تؤسسه مرجعيات متعددة، لكن يبقى المرجع الأساسي هو القرآن. ومع الأسف الشديد نحن عندما نتعامل مع الخطاب الديني لا نتعامل مع القرآن بقدر ما نتعامل بنسبة كبيرة مع مصادر أخرى خارج القرآن، وقد تتناقض مع السياق القرآني. وهذا أنت أشرت إليه، وهذه إشارة يعني جيدة ربما تفتح باب للمقاربات أخرى ربما تمزج ما بين اللسانيات وعلم النفس، وكذلك حتى علم النفس الاجتماعي. إذا المهم أنا أكتفي ربما بهذا الإشارات أو هذه الملاحظات فقط حتى ربما الأمور تتضح أكثر. يبقى أنني ما أقوله لك هو أن هذا الجهد وهذه الرؤية تحتاج إلى تأسيس. لو تصل إلى هذه المرحلة فأنا أقول لك من الآن تكون قد قدمت للبحث العلمي شيء يعني ربما سيفيده ويفتح آفاقا جديدة، ولكن هذا يتطلب عملا آخر وهو تحرير العضو. لا يمكنك أن تبلغ هذا المستوى وتحقق هذا الهدف بدون ثورة فكرية لتحرير أول العضو بما فيها العقول التي نعتقد أنها عارفة أو عالمة، حتى هي في حد ذاتها تحتاج إلى تحرير. لماذا؟ لأنها مبرمجة وفق الخطابات النموذجية المرجعية التي أريد لها من قبل السلطة أن تكون هي المرجعية دون غيرها، خدمة طبعا لأغراض سلطوية عرفت عبر التاريخ. وهذا ما أسميه أنا بالقرآن الثاني. شكرا وأشكرك مرة ثانية على هذا الجهد وعلى إطارة مثل هذه المسائل التي قلما نتحدث عنها في الجامعة. المعذرة سيدتي. نعم. أشكرك سيدي طبعا سأحيي الكلمة إلى الدكتورة طشناوية من أجل مناقشة ذلك وكان عامة تقول شكرا للأستاذة رئيس الجلسة.
Yeah.